تحت رعاية محافظ طرطوس صفوان أبو سعدة وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجمعية البتول، تم تدشين الشعار التذكاري أحب طرطوس أمام سارية العلم في حديقة الباسل بمدينة طرطوس بحضور فعاليات رسمية وأهلية. من خلال هذه الفعالية نكرس فعلاً تعاون، نكرس محبة، نكرس ألفة، نكرس شيء جميل يجب أن نقوم به يومياً ليعبر عن انتمائنا الحقيقي في كل مجالات العمل. قامت المفوضية المتحدة لشؤون اللاجئين الفعالية بالتعاون مع محافظة طرطوس ومنظمة البتول المحلية، هي اللي شريك محلي لمفوضية الأمم المتحدة. يعني تعبير وشكر وتقدير للمحافظة عن دعمها للنازحين واللاجئين في المنطقة في طرطوس والمنطقة الساحلية بشكل عام. يعني تعبير رمز بسيط للشكر من قبل المفوضية. المشاركون أكدوا أن هذه الفعالية تكرس عنوان يجمع كل السوريين على محبة الوطن رغم الجراح والعقبات التي أرادت النيل من وحدة وكرامة ومحبة هذا الوطن. الهدف الأسمى والأكبر هو نحن نكرس I love طرطوس، I love سوريا، I love بحب سوريا، بحب طرطوس بالعمل، ليس مجرد قول، يجب أن يلتزم القول بالفعل، هذا الهدف الأساسي. بالمحبة نقاوم الإرهاب وللمحبة نعمل جميعا، هي كلمات نطقها أهالي طرطوس من خلال هذه الفعالية حبا بالوطن وجيشه الباسل على أمل عودة الأمن والاستقرار لكافة ربوع سوريا.